وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله له سبحانه وتعالى: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذلل لك الخيل والجمال؟ ألم أذرك تربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ أظننت أنك سيكون لك لقاء مع الله في هذا اليوم؟ أظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. اليوم أنساك كما نسيتني. رجل الإمام مسلم في صحيح. فالنسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم سبحانه وتعالى.